على امتداد 30 كيلومترا وبدءا من منفذ البقع وصولا إلى سلسلة جبال العلب ومنطقة عمود الصحراء، ينتشر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعد أن خاضوا معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي والمخلوع، وتمكنوا من دحرها وتحرير أجزاء واسعة من مديرية البقع الواقعة شمال شرقي محافظة صعدة. نحن دالحين في سيطرنا على تبة الهلب والعليب، ومتقدمين على انتصارات إن شاء الله، متقدمين إلى كتاف وإلى وكر عبد الملك، وسيطرنا على سوق البقع، وإن شاء الله انتصارات عظمى لا تصدق، وقادمون خلال هذه اليومين إن شاء الله. فوق هذه الصحراء المترامية الأطراف انطلقت عجلة تحرير صعدة معقل الجماعة الانقلابية لتسابق الوقت وتصنع كل يوم تقدما جديدا، كان آخره تحرير سوق البقع وعدد من التباب المحيطة به. من هنا مرت الميليشيا وتركت علاماتها الواضحة على مباني مصلحة الجمارك ومنفذ البقع البري، بينما زرعت آلاف الألغام والمتفجرات في الأودية والطرقات والمنازل التي جرى تفخيخها قبل فرارهم منها. احنا كنا قبيل هنا في ذا المكان، شوف. نعم. في الميسرة. قبيلتنا. هذا العليم. هذا المنطقة، شوف منطقة الألغام كامل. هذه مزروعة من هنا. تبدأ من هنا، شوف تبدأ. وترجع إلى هذا المكان، فيها 590 لغم إلى الميسرة. عندنا خارطة. عندنا خارطة. وهذه التبة حق العملية اللي احنا الآن فيها. هذه التبة. هذا الأماكن أيضا مزروعة. هذه فيها 139 لغم. شفنا خرائطها، شوفها. بضعة كيلومترات فقط باتت تفصل الجيش الوطني والمقاومة هنا عن مديرية اكتاف، التي تعد واحدة من إحدى مديريات الميليشيات الانقلابية الحصينة، والتي سيشكل الوصول إليها بحسب المصادر العسكرية الالتحام بجبهات محافظة الجوف، وبدء مرحلة جديدة من عملية تحرير صعدة التي تكون المنطقة العسكرية السادسة نقطة انطلاقها.